أصحاب السمو والمعالي، في الختام يسعدني وأنا أسلم رئاسة الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة 30 لمجلس الجامعة على مستوى القمة لمعالي أخي السيد خميس الجهيناوي وزير خارجية الجمهورية التونسية الشقيقة، أن أدعو الله على العلي القدير أن يوفقه ويسدد خطاه لتحقيق ما نصب إليه جميعا ومن خير وازدهار وعزة لوطننا العربي. وأدعو الآن معاليه ليرأس مجلس الجامعة في دورته 30 متمنيا له التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم.